بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي أخواتي الأعزاء، كيف أقوي بصري وأستعيد تلك الدرجات التي فقدتها وأستغني عن النظارة بتقنية سهلة ورائعة جدا؟ أولا نقوم بجمع الدم من الوجه وضخه باتجاه العين بهذا الشكل، واحد اثنان ثلاثة، نقوم بهذه الحركة 10 مرات، نشعر بقوة الدم الذي ضخت إلى العين، ثم نقوم بمد اليد إلى الآخر والنظر باتجاه الظفر أو على الظفر، ثم نقربها من العين إلى هذا الشكل، ثم نفرد اليد، ثم هكذا نقوم بهذه الحركة 10 مرات، ثم نضع اليد بهذا الشكل وننظر إلى الظفر ثم إلى الأعلى، 1 2 3 4، من الظفر إلى الأعلى، من الظفر إلى الأعلى، نكرر هذه العملية 10 مرات، ثم من الظفر إلى الأسفل، 1 2 3 4، أيضا 10 مرات، ثم من الظفر إلى اليمين، 1 2 3 4، أيضا 10 مرات، ثم من الظفر إلى أقصى اليسار، 1 2 3 4، أيضا 10، ثم من الظفر إلى الأعلى إلى اليمين، 1 2 3 4، أيضا 10، ثم من الظفر إلى الأعلى إلى اليسار، 1 2 3 4، أيضا 10، ثم من الظفر إلى اليمين الأسفل، 1 2 3 4، أيضا نكرر 10، ثم من الظفر إلى اليسار إلى الأسفل، 1 2 3، أيضا 10 مرات. هذا هو التمرين أو هذه هي التقنية. سنلاحظ الفرق من اليوم الأول أو من اليوم الثاني. نكرر هذا العمل 2 مرات في اليوم. مع تمنياتي لكم بالتوفيق، أهلا وسهلا بكم.